فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كانت الرضاعات متفرقات، نعم، إذا كانت الرضاعات متفرقات كأن تكون الرضعة الأولى في شهر والثانية في شهر آخر وهكذا إلى خمس، فهل يعد محرما؟ نعم، ما دام في الحولين هو محرم ولو تفرق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.